بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بالجلال والعظمة والعز والكبرياء والجمال، وأشكره شكر عبد معترف بالتقصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، دعاء إدريس النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه عند الحسن البصري. قال: لما بعث الله عز وجل إدريس إلى قومه علمه هذه الأسماء وأوحى إليه أن قلهن سرا في نفسي ولا تبدهن للقوم فيدعوني بهن. قال: وبهن دعا فرفعه الله مكانا عليا. ثم علمهن الله تعالى موسى عليه السلام، ثم علمهن الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، وبهن دعا في غزوة الأحزاب. قال الحسن: وكنت مستخفيا من الحجاج فأدعو الله عز وجل بهن فحبسه عني، ولقد دخلوا علي 6 مرات فأدعو بهن فأخذ الله سبحانه أبصارهم عني. فادعو بهن في التماس المغفرة لجميع الذنوب، ثم اسأل حاجتك من أمر آخرتك ودنياك فإنك تعطاه إن شاء الله عز وجل، فإنهن 40 أسماء عدد أيام التوبة، وهي: سبحانك لا إله إلا أنت يا رب كل شيء ووارثه ورازقه وراحمه، يا إله الآلهة الرفيع جلاله، يا الله المحمود في كل فعاله، يا رحمن كل شيء وراحمه، يا حي حين لا حي في ديمومة ملكه وبقائه، يا قيوم فلا شيء يفوت علمه ولا يؤوده، يا واحد الباقي أول كل شيء وآخرة، يا دائم بلا فناء ولا زوال لملكه، يا صمد من غير شبيه ولا شيء كمثله، يا بارئ فلا شيء كفره ولا إمكان لوصفه، يا كبير أنت الذي لا تهتدي القلوب لوصف عظمته، يا بارئ النفوس بلا مثال خلا من غيره، يا زاكي الطاهر من كل آفة بقدسه، يا كافي الموسع لما خلق من عطايا فضله، يا نقي من كل جور ولم يرضه ولم يخالطه فعاله، يا حنان أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما، يا منان يا ذا الإحسان قد عم الخلائق منه، يا ديان العباد كل يقوم خاضعا لرهبته ورغبته، يا خالق من في السماوات والأرضين وكل إليه معاده، يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه، يا تام فلا تصف الألسنة كنه جلال ملكه وعزه، يا مبدئ البدائع لم يبغ في إنشائها عونا من خلقه، يا علام الغيوب فلا يؤوده شيء من حفظه، يا حليم ذا الأنات فلا يعدله شيء من خلقه، يا معيد ما أفناه إذا برز الخلائق لدعوته من مخافته، يا حميد الفعال ذا المن على جميع خلقه بلطفه، يا عزيز المنيع الغالب على أمره فلا شيء يعدله، يا قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه، يا قريب المتعالي فوق كل شيء علو ارتفاعه، يا مذل كل جبار عنيد بقهر عزيز سلطانه، يا نور كل شيء وهداه أنت الذي فلق الظلمات نوره، يا قدوس الطاهر من كل سوء فلا شيء يعادله من خلقه، يا قريب المجيب المتداني دون كل شيء قربه، يا عالي الشامخ فوق كل شيء علو ارتفاعه، يا مبدئ البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرته، يا جليل المتكبر على كل شيء فالعدل أمره والصدق قوله ووعده، يا محمود فلا تستطيع الأوهام كل شأنه ومجده، يا كريم العفو ذا العدل الذي ملأ كل شيء عدله، يا عظيم ذا الثناء الفاخر وذا العز والمجد والكبرياء فلا يذل عزه،
يا مجيب فلا تنطق الألسنة بكل آلائه وثنائه ونعمائه. أسألك يا غياث عند كل كربة، ويا مجيب عند كل دعوة، ومعاذي عند كل شدة. أسألك اللهم يا رب الصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأمانا من عقوبات الدنيا والآخرة، وأن تحبس عني أبصار الظلمة المريدين بي السوء، وأن تصرف قلوبهم عن شر ما يدمرون إلى خير ما لا يملكه غيرك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الحمد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. فادع بهذه الأسماء سرا في نفسك، ثم اسأل حاجتك من أمر آخرتك ودنياك، فإنك تعطاه إن شاء الله عز وجل. أسأل الله الحي القيوم العلي العظيم القوي العزيز ذا الجلال والإكرام، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحليم الكريم القريب المجيب، أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، مقربا لنا ولمن سمعه لديه في جنات النعيم، وأن يأجر من نشره ومن أعان على نشره مدى الليالي والأيام، وأن يغفر لنا وله ولوالدينا ووالديه وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمته إنه أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.